ولمتابعة أوفى بينضم لينا مباشرة على الهواء لواء دكتور طلعت موسى، أستاذة الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية. صباح الخير سيادة اللواء. ويمكن أهلا بحضرتك. يمكن ظروف المناورات السنة دي مختلفة، احنا بنتكلم عن 12 سنة كان فيها النجم الساطع ما بين مصر والولايات المتحدة، توقف بعد كده دام لمدة 4 سنين، عودة مرة تانية للنجم الساطع. السنة دي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، حضرتك قول لنا ممكن السنة دي الإضافة إيه بالنسبة للجانبين؟ طبعا مناورات النجم الساطع هي ابتدت من سنة 81، 12 تدريب تم، كان بيتم في السنوات الفردية ولكنه توقف في سنة 2000 اعتبارا من 2009 لمدة 8 سنين حتى الآن، نتيجة لسياسة أوباما للضغط على مصر. ولما قامت الثورة في 2011 وما تبعها توقفت مناورات النجم الساطع. مناورات النجم الساطع لما بتستأنف الآن هي بتعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية في المجال العسكري بالذات، والحقيقه ان كان في تفاهم لموقف مصر من جانب البنتاغون واللي هو وزاره الدفاع الامريكيه لحقيقه موقف مصر في خلال الفتره اللي فاتت اللي هي فتره الثوره، بالرغم من ان مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه خدت منحى اخر خلال هذه الفتره. استئناف حضرتك تقصد تحديدا ايه بمؤسسات صنع القرار؟ اذا كنا بنتكلم عن ان يعني البنتاغون كان متفهم لما يحدث في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات، الرئيس لوحده لا يصنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بتشترك معاه عدة مؤسسات اللي هي وزارة البنتاغون اللي هي وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مجلس الأمن القومي، CIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مستشار الرئيس الأمن القومي، البيت الأبيض. دي كل دي مؤسسات بتبني أسلوب السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك احنا بنجد النهاردة أن الرئيس الأمريكي ترامب هو صادق في أنه هو عاوز يدخل جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية في العالم، ولكنه غير قادر على تحقيق هذا. ليه؟ لأن الجماعة متغلغلة في عناصر صنع القرار، في مؤسسات صنع القرار اللي موجودة هنا، وأول واحد بيمنعه من هذا أو بيقف في مواجهته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ليه؟ لأن جماعة الإخوان منتشرة في 75 دولة في العالم بتمثل لهم مصدر للحصول على المعلومات. من السياسي ننتقل للعسكري. ننتقل للعسكري. ده بيعكس استئناف هذه المناورات، بيعكس عمق العلاقات الاستراتيجية العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جمهورية مصر العربية. بيتم من خلالها تبادل الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة. ليه؟ لأن في معدات عسكرية جديدة الولايات المتحدة الأمريكية أدخلتها الخدمة في القوات البرية والبحرية والجوية بتاعتها، وإحنا أيضا جبنا معدات متعددة من دول أخرى بتدخل الخدمة في تشكيلات القوات المسلحة. الاثنين بيتجمعوا بننفذ مناورة، بننفذ هدف واحد اللي هو على سبيل المثال القضاء على الإرهاب أو القضاء على مدينة تم احتلالها بواسطة الإرهابيين. عندما تتداخل بقى المراكز القيادة المختلفة، الأسلحة المختلفة، الترددات اللاسلكية للأجهزة اللاسلكية اللي تحقق الاتصال بين القوات وبعضها المختلفة، بيتم مؤتمر وتحديد وتنسيق مثل هذه الأمور لتنفيذ هذه المهمة. مهمة واحدة بننفذها بوسائل متعددة بقوات مختلفة، وده بقى اللي هو بنطلع منه بالنتيجة. علاوة على التدريب على نوع جديد من الأرض، الولايات المتحدة الأمريكية بتستفيد من هذا أيضا، بتتدرب على نوع أرض جديد مع قوات جديدة في درجة حرارة مختلفة، درجات الحرارة بتأثر على الاتصالات اللاسلكية، على المعدات، وأكيد في الأرض أيضا. سيادة اللواء، يعني يمكن برضو عايزين نسأل حضرتك، يمكن هناك برضو الآن مع مصر وروسيا مناورات بالتزامن أو تدريب مشترك بالتزامن مع المناورات بتاعت أمريكا، إيه دلالة أو إيه الرسائل اللي ممكن يعني نستفيد بيها، أو إيه يعني تلك المناورات دي نوجه منها إيه، يعني نطلع منها بإيه بالرسائل تزامنا بقى يعني أمريكا وروسيا في نفس الوقت؟ نعم، في نفس الوقت اللي بنجري فيه الآن مناورة النجم الساطع في مصر، بتدور قوات المظلات المصرية توجهت إلى روسيا في للتدريب
على في اقليم شبه استوائي جاف في منطقه جبليه في جنوب روسيا، بتقيم مناوره معاها اسمها مناوره حماه الصداقه. حماه الصداقه 2 بدات السنه اللي فاتت لاول مره، والسنه دي المره الثانيه. بالظبط، موضوع التدريب بتاعها عن المناوره في مجالات التدريب القتالي، بينفذوا مهام استطلاع، اسلوب الاسقاط الجوي، اسلوب اسقاط المعدات زي الدبابات والعربيات بواسطه الطائرات، عمليات الابرار الجوي، بيتعاونوا مع بعض في اسلوب القضاء على الارهاب. طبعا احنا شايفين ان اكبر دولتين في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، احنا بنقوم في نفس التوقيت بنقوم بمناورات سواء في مصر على ارض مصر او في روسيا. ده بيعكس التنوع في التدريب وانفتاح مصر على العالم بالكامل، مش مقتصر على بلد او حاجه بعينها، يعني ده كده بيوصل رساله الانفتاح. بالظبط، انفتاح في كل حاجه، احنا منفتحين على العالم في تنوع الحصول على مصادر الاسلحه، على اساليب التدريب. مش بس احنا بنقيم مناورات مع قبرص، مع اليونان، أيوة، مع فرنسا، مع المانيا، مناورات بحريه مشتركه وبيشتركوا القوات الجويه والبحريه والدفاع الجوي، وعلاوه على مناوراتنا ايضا مع الدول الشقيقه، مناوراتنا مع الامارات، مع السعوديه، مع الكويت. ويتم فين التدريب ده؟ بيتم في الخليج العربي، علشان بنقول رساله لايران ورساله لدول العالم ان امن دول الخليج ضمن الامن القومي المصري عندما نقوم بمثل هذه المناورات على في هذه المناطق. احنا هنا يا فندم لما بنتكلم عن النجم الساطع 2017 بنتكلم عن تدريب بالذاكيره الحيه، دي محاكاه حقيقيه لعمليه ارهابيه؟ طبعا اللي بيتم باسلوب التدريب بالدبابات مع المشاة الميكانيكية مع المدرعات، بنتدرب على شيء معين اللي هو أسلوب القضاء على قرية تم السيطرة عليها بواسطة جماعات إرهابية. بيتم أولا عزل هذه القرية بواسطة عناصر الاستطلاع، القوات الجوية، الإسقاط الجوي، محاصرتها بالدبابات، اسقاط المعدات الثقيله حوالين هذه المدينه، ثم بيتم اقتحامها بقوات ايه؟ بقوات بر مائيه زي من المسترال. المسترال تشترك في هذه المناوره، هتقوم بعمليه ابرار بحري، ابرار على الارض، بالتعاون مع القوات الجويه للقضاء على عدو تمكن من احتلال قريه او مدينه. سياده اللواء، يمكن برضو عايزين اخيرا نسال حضرتك، المناوره هتنتهي بندوه يعني تثقيفيه، ايه الرسائل؟ او يعني احنا مش فاهمين كمدنيين، احنا مش عارفين الندوه الثقافيه دي ايه مدلولها، او ايه الرسائل اللي هتقدمها؟ هذه الندوه ندوه بحثيه استراتيجيه لاسلوب القضاء على الارهاب، هيتناقش الطرفين في كيف ما هي الاجراءات وما هي الاساليب وما هي القوات المخصصه وكيف نقضي على الارهاب تكتيكيا واستراتيجيا. يعني ايه الاساليب الجديده والمقترحه لتطوير اساليب القضاء على الارهاب، ثم ايه اللي مطلوب من دول العالم انها تعمل في القضاء على الارهاب. هيتبادل الطرفين من خلال الندوه الآراء والاتجاهات، ثم هيدفعوا بتوصيات في الآخر موحدة. هذه التوصيات ملزمة أو علشان خاطر ما يسترشد بيها دول العالم في أسلوب القضاء على الإرهاب. احنا بنشكر سيادتك، شكرا جزيلا للواء دكتور طلعت موسى، أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية. شكرا جزيلا يا فندم.